مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من مجلتكم اليومية صحة ماج. يعتبر الشخير من الأصوات المزعجة التي تصدر خلال النوم، ويحدث هذا الصوت نتيجة لضيق التنفس عند الإنسان، ويختلف من شخص لآخر من حيث الصوت، فمن هو الهادئ وهذا الذي يحدث مع أغلب الناس، ويحدث بسبب عدم ضبط الرأس والعنق نتيجة النوم الخاطئ، ومنه ما يكون مصاحبا لصوت آخر، وهذا غالبا ما يكون بسبب انقطاع التنفس لفترة قصيرة، وذلك لأسباب عديدة. ومن أعراضه الشعور بالكسل والخمول والإحساس الدائم بالتعب والميل إلى النوم، والصداع عند الاستيقاظ، كثرة النسيان وأحيانا فقدان الذاكرة، جفاف البلعوم والحلق، التعرق في الليل، وصعوبة التركيز، المشي خلال النوم، وتتعدد أنواع الشخير بحيث نجد عدة أنواع منها الشخير الفمي، وهو الذي ينتج عن استنشاق الهواء عن طريق الفم أثناء النوم. أما الشخير الأنفي ويكون نتيجة ضيق في الأنف أو صعوبة التنفس من الفم أثناء النوم. الشخير الوراثي ويكون بأسباب وراثية، حيث أثبتت الأبحاث العلمية وجود جينات وراثية تؤدي إلى الشخير. أما الشخير العادي والذي ينتج عن حالات السمنة وضيق في المجاري التنفسية، ويختلف العلاج حسب نوع الشخير، فإذا كان الشخير بسبب الزوائد اللحمية في تجاويف الأنف فعلاجه يكون عن طريق استئصال هذه الزوائد، وإذا كان السبب هو الإعوجاج بالحاجز الأنفي يجب القيام بعملية لتصحيحه، وإذا السبب زيادة في الوزن فيجب تخفيف الوزن. أما إذا كان الشخير من دون سبب صحي يمكن تناول حبوب تمنع الشخير أثناء النوم، وإذا كنت ممن يحبون الأكل قبل النوم فتجنبه، لأنه من بين الأسباب التي تدفع للشخير. يجب في بعض الأحيان تغيير وضعية النوم، فهذا يساهم في تقليله، لأن النوم على الظهر يؤدي إلى ضغط اللسان على سقف الحلق، شرب قدر كافي من الماء وخاصة قبل النوم، الحصول على قدر كافي من النوم ويفضل على الجنبين. كثيرة هي النباتات العشبية التي عرفها الإنسان واكتشف فوائدها الهامة منذ القدم، فاستخدمها كغذاء له وتعالج بها، ومن بين هذه النباتات النعناع، حيث استخدمه في مجالات عديدة وانتفع منه، إن كان طعاما أخضر أو مضافا إلى غذائه أو شرابا منقوعا مغليا، ونجده أيضا استخرج زيته ناهيك عن استعمالاته الدوائية، حيث يدخل في الكثير من المستحضرات الطبية الدوائية. إن لغلي النعناع وشربه فوائد عديدة، فإنه بالدرجة الأولى يعتبر منشطا لكل من الدورة الدموية والقلب، ولذلك نجد أن أغلب مرضى القلب يواظبون على شربه مغليا يوميا كالشاي، ويعمل أيضا النعناع على تليين الأمعاء والمعدة، كما يساهم مغلي النعناع في القضاء بشكل كبير على الحموضة التي تصيب المعدة، على أن يشرب مغليا فقط بدون أن يضاف إليه السكر، وأيضا يساهم بشكل فعال في طرد الغازات التي تصيب الأمعاء، ويخفف من آلام المغص، يعمل بدوره على تقوية البنكرياس والكبد. ومن خصائصه المهمة أنه يعمل كمسكن ومهدئ للسعال. إن عمل النعناع المغلي في الجهاز العصبي هو عمل مهدئ، كما يعمل على مكافحة الآلام التي تصيب الجهاز الهضمي، ويساعد بشكل كبير في طرد الديدان التي تستقر في الأمعاء. يعطي الشعر لصاحبه المظهر الجميل، وخاصة إذا كان الشعر صحي، فكلما زاد اهتمام بالشعر كلما زاد صاحبه جمالا، وعند إهمال صحة الشعر يظهر عليه ذلك بشكل سلبي وواضح. إذن لإظهار جمال الشعر يجب دائما قص الأطراف، وخاصة بالنسبة للسيدات، فمن فوائد قص أطراف الشعر المحافظة عليه من التقصف، يساعد قص الشعر الدوري على حماية الشعر الناعم والخفيف ويزيد من كثافته، زيادة وتجديد نشاط فروة الرأس، كما يزيد من جمال ورونق وجاذبية الشعر. ينصح المختصون بالتجميل بالتخلص من أطراف الشعر التالف كل 4 أسابيع وبمعدل 3 إلى 4 مرات في السنة، لفوائد ذلك في التخلص من التلف والتقصف.
نصل مشاهدينا إلى نهاية هذا العدد. تابعوا بقية البرامج والأخبار على الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة www.numediatv.tv. انتظروني في الغد إن شاء الله. إلى اللقاء.